السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة بركلا ده تعزيز الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جديدة من الإيردروبات. قبل ما نبتدي فيها معانا إيردروب هنشرحه وفي نفس الوقت نعمل له إثبات سحب. كنا شرحنا من فترة إيردروب خاص بمنصة فليكسو، كان بيدينا رصيد من العملة في مقابل التسجيل والتفعيل. الإيردروب لسه شغال في راوند 2 منه. لو ممكن نرجع من هنا كده، ادي راوند 2 شغاله حاليا. نفس الخطوات هنخش، بس اول حاجه انت لازم تسجل بعد التسجيل والتفعيل من الميل اللي هو معروف عاده. هنخش بعد كده على الاكونت بتاعنا الحساب عشان نقدر ناخد الرصيد او نقدر نسحبه. هي نفس الخطوات مبدئيا، هتخش هنا تفعل حسابك، هتلاقي كلمه فيفر تفعل من الحساب، لازم طبعا عن طريق الوثائق سواء بطاقه او باسبور. يجي بعد كده بتربط هنا رقم موبايل خاص بيك. بعد كده هنا بتفعل برنامج جوجل اكواد. بعد كده للسحب بقى، عشان تقدر تسحب لازم تكون عامل ضربت الموقع بالاربع مواقع التواصل الاجتماعي الاربعه سواء جوجل تويتر تليجرام وهكذا. تمام، خلصت الكلام ده كله، بتخش على المهام بتاعتك على كلمه ايردروب. المهام اهي بيقول لك انت بتاخد من تفعيلك الموبايل 500 قطعه، هنا من تفعيل وثائق 1500، سيبك من دي عشان ترفع ترفع بيانات. من الاحالات بيديك على كل احاله 250 قطعه. لو الاحالات بتاعتك فعاله وثائق بتاخد 750 زياده عن 250. ايه تاني بعد كده؟ الحاجات دي كلها تعتبر اللي هو الناس بتحط بونص او حاجه زي كده. ننزل بقى تحت للمهام نفسها، هتيجي هنا تعمل له فولو على تويتر، ولما بتعمل فولو بتلاقي هنا عمليه انت كده رابط حسابك، بيظهر له ان انت عملت الفولو، بس دوس له كلايم على المهمه او ايه ان انت نفذتها. نشوف مثلا المهمه دي ما عملتهاش، انا هندوس مثلا جو تو ميشن نعملها مع بعض. شوف بس هو طالب فيها ايه، طالب مني لايك كذا ريبوست اند اديت، ماشي. يور ريفرنس لينك تو ذا كومنت فور لاست بوست، ماشي. مش هنجيب منين رابط الاحاله بتاعتنا؟ هو عاوز ناخد رابط الاحاله، استنى كده نتذكر. ادي رابط الاحاله هنسخه، واللي يعمل هنا لايك، وهتعمل هنا لايك لأول بوست، وهنعمل له ريبوست شير يعني. تمام، وهاجي هنا في كومنت احط رابط الإحالة بتاعي ككومنت. كده يعتبر المهمة ايه اتنفذت. نرجع كده اقول له كومبليت اند كلاين، وعاوز لينك الشير اللي انا عملته. هاجي اخش هنا وادي الشير بتاعي، اخد اللينك بتاعه من فوق اتحمل بس صفحة ثانية. تمام، ناخد اللينك ننسخه، نرجع تاني سنت. كده انا نفذت مهمة. نفس القصة هتعملها في بيت المهام، سواء مهمة الفيس دي لينكد ان انستجرام نفس القصة وهكذا. ده كان ايه شرح الموقع. تعالى نبص على الاثبات مع بعض. انا عملت السحب امبارح بالليل، كان معايا 18000 قطعة وصلوني النهاردة. يبقى كده ايه الموقع صادق معانا ونقدر نسحب منه مفيش اي مشكلة. تمام، السحب عادي ما عملتش اي حاجة، كل اللي عملته دخلت على الرصيد بتاعي بالانس مثلا، كان معايا ايه ده كان العملة. بص على كلمة ويزدرو هنا، هنا حددت له العنوان اللي انا بعت العملة المحفظة بتاعتي، وهنا قلت له ويزدرو اول. مجرد ما ادوس على سند ريكويست بعت لي رسالة تفعيل على الايميل، دوس على لينك التفعيل خلاص بعت لي الرصيد بتاعي. تمام، نخش بعد كده بقى على الدروب التاني اللي معانا. الايردروب ده يعتبر ايردروب بوت تليجرام، هو خاص بعملة اسمها باز. الايردروب ده صادق بنسبة 100%، تم مراجعته من كذا موقع واتأكدت ان هو صادق. تمام، المهام بتاعته هي مش تظهر معانا، بس هديكوا فكرة هنا عشان هو بيخفي المهام في النص بعد ما تخلص. مبدئيا يعني اول ما بيفتح معاك بيجيب لك الكواتشة دي، هتدوسله على كلمة كونتينيو وتكتب له اجابة. هنا يعني مثلا كتب لي 72 زائد 7،
درست له كونتينيو وكتبت الاجابه بتاعتي، نقلني المهمه اللي بعديها، انضم لاتنين جروب تليجرام، بعد كده فولو على تويتر، بعد كده خلاص المهمه تعتبر خلصت. بيطلب منك يوزر التويتر، وبيطلب منك الايميل بتاعك ورقم محفظه سر الموبايل بتاعتك. الدروب صادق بنسبة 100%، ريت كلنا نسجل فيه وما نسيبوش. خش بقى كده على الدروب اللي بعده. الدروب ده خاص بعملة اسمها ريزك. الدروب كالتالي، هتلاقيني سايب لك الصفحة دي او اللينك ده، هتدوس هنا على المهمة دي اول مهمة، تعمل فولو على تويتر، المهمة اللي بعديها انضمام لجروب تليجرام اول، وبعد كده هنا فولو على الفيس، وبعد كده هتدوس على الفورم ده. نفتح الفورم مع بعض. هنيجي هنا نحط يوزر تويتر، يوزر التليجرام، لينك البروفايل بتاع الفيس، وهنا هتحط رقم محفظة عملة ترون. انا كنت شرحه من فترة بس ايه بعيده تاني عشان في ناس مسجلش عليه. هو كده كده مفيهوش احالات، بس ايه العملة مهمة ياريت الناس كلها تسجل فيها. نخش بعد كده على الايردروب اللي بعده، وده ايردروب قديم بس تذكير للناس عشان اهمية الايردروب نفسه. الايردروب هي العملة هتوصلنا الشهر الجاي 23. تمام، الدروب بيفتح معانا. الدروب فيه ميزه، يعني انا كان معايا كنت مسجل بتويتر القديم بتاعي، بس الايه للاسف تويتر ايه الحساب بتاعي حاجه اتحجب. فالميزه في الدروب ده ان انت تقدر بالنسبه لو انت كنت مسجل فيه قبل كده، هتقدر تخش تدوس على كلمه اديت بروفيت داتا، هتعدل، هتعمل فولو للمهمه بتاعتهم بتاع تويتر على ايه اكونت تويتر جديد، وتعدل تويتر حساب تويتر بتاعك ايه الجديد، مفيش اي مشكله. ده بالنسبه للناس كانت مسجله عشان الرصيد يوصله. نبتدي الناس اللي مسجلش قبل كده نشوف المهام المطلوبه مننا. اول ما بيفتح معانا، بيفتح معانا بالشكل ده، بيديك زي كاباتشا، دي الصوره الرئيسيه، وبيديك صور صغيره شبهها، ويقول لك اختار لي الصوره اللي شبه دي. تمام، بعد كده بيطلب منك الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه على منصه بي تو بي، لازم تكون مسجل على المنصه، هسيب لك برضو لينك المنصه. بعد كده بيطلب منك انت تعمل له فولو على تويتر، لينك تويتر بتجيبه من هنا، دوس هنا كليك يمين كوبي، وتفتح اللينك ده على اي متصفح، وهتعمل فولو للصفحه نفسها، واول بوست هتعمل لايك وريتويت. تمام، بعد كده بيديك هنا تعمل له فولو على الفيس، برضو اول بوست تعمل لايك ايه وشير، وتيجي تحط له لينك بروفايل بتاعك. بعد كده تعمل له فولو على ريديت، واول بوست هتعمل له افوت، وتحط له هنا اليوزر بتاعك على ايه ريديت. نفس القصه مع لينكد ان، لايك وفولو وشير لاول بوست ولينك بروفايل. بعد كده بيطلب منك محفظه الاسير والموبايل بتاعتك، وبعد كده بيقول لك انت كده مجرد تسجيلك خدت 2500 عمله من عمله بي تو بي اس. تمام، ننزل بعد كده، انت من الاحالات رصيدك جديد، بيديك عن كل احاله 100 قطعه او 100 عمله. نخش بعد كده على الدروب اللي بعده. انا هفكر بين الناس بس، العمله دي اسمها ستاندرا. طريقه التسجيل فيها سهله مش مشكله، هي ممكن تواجهك صعوبه شويه في تفعيل الوثائق، انا هشرحها حاليا. انت على عموم بت لما تيجي تسجل هيفتح معاك اللينك بالشكل ده، تحط هنا الايميل، هنا الباسورد، الباسورد بتعلم هنا موافق، بتحط هنا تختار دولتك، وهنا تختار برضو كود الدوله ايجيبت برضو مثلا لو انت من مصر، وبتحط بعد كده بقيه رقم موبايلك، وبعد كده بالنسبه اللي هيحط رقم موبايل، يعني بعد ما اخترنا الكود مش هتكتب مثلا لو انت مثلا تليفونك 010 مش هتحط 010، تحط رقم بدايه من 10، 012 تحط بدايه من 12، 011 بدايه من 11 وهكذا، يعني مثلا 010 كذا كذا او 11، وهتكمل رقمك عادي، الصفر الاولاني بتشيله. تمام، هنيجي بعد كده بتحل الكابتشا وتدوس له ايه نيكست. هرجع انا عشان انا عم مسجل. تمام، هتيجي هنا بعد ما هتسجل لازم تفعل الوثائق. تفعيل الوثائق في سنة صعوبة شوية، هتيجي هندوس على كلمة ستارت دريب. لو انت هتفعل عن طريق الكمبيوتر لازم يبقى عندك كاميرا ويب على الكمبيوتر عشان تقدر تفعل بيها.
عشان هو بياخد صورة لايف ليك. فيفضل لما تيجي تفعل فعل عن طريق الموبايل، افتح الموبايل وادخل بالموقع من حسابك عشان تقدر تفعل. تمام، هو هيطول شوية عشان بينزل بيحمل برنامج المتصفح اللي بياخد لك صورة لايف ليك، وانت بيطلب منك شوية اوامر، يعني مثلا يقول لك حركة دماغك يمين سنة شمال سنة، اضرب بعينيك وحاجات زي كده عشان تتأكد ان انت هيومن. طريقة تفعيلهم صعبة شوية عن المعتاد، بس الربح بإذن الله من الرصيد ده أو العملة دي هيبقى ليه مستقبل كويس أو مبلغ بإذن الله كويس. أنت مجرد تسجيلك بتوصلك حوالي 2000 من العملة أو 1000، لا 1000 يا ربي، بيقول لك القطعة الواحدة بتساوي $1000 من عملة تريب بنفسها. حاول تسجل وبعد كده فعل وثائق، قلنا تفعيل وثائق بيعتبر هو بياخد لك صورة لايف ليك، يبقى معاك البطاقة في إيدك وحاجتك وتفعل يا ريت عن طريق الموبايل لو معاك كاميرا كويسة على الكمبيوتر أو كام ويب كام كويس الصورة أو الريزوليوشن بتاعته عالية، فعل عن طريق الكمبيوتر مفيش مشكلة. لو مش كده فعل عن طريق الموبايل، هتفتح الأكونت بتاعك على أي متصفح على الموبايل وتتبع الأوامر المطلوبة منك وسهلة، هيقول لك مثلا حرك دماغك يمين سنة شمال سنة، امسك بعد كده الباسبور وتصور بيه أو البطاقة وهكذا. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده خاص بعملة اسمها بيريوس. الدروب مهامه كالتالي، مبدئيا هنحط هنا الايميل بتاعنا، بعد كده المهام اهي، هنعمل له هنا فولو على تويتر او الفيس، فولو على انستجرام، بيتكوين توك، يوتيوب، تويتر. تمام، تعالى بس نشوف التأكيدات او الحاجات المهمة عشان نتأكد. يبقى بالنسبة اول حاجة نحط الايميل، وهنا طالب فولو تويتر، يعني ناخد مهمة تويتر الاول من هنا نعملها فولو فقط. بعد كده انضمهم لجروب تليجرام، هو حاطط لك لينك الجروب تليجرام هنا مش محتاج. بعد كده تويت ذيس دروب فورم اند دروب تويت لينك. تمام، هتاخد اللينك بتاع البوست نفسه او الفورم نفسه اللي احنا واقفين عليه اللي هو لينك الدروب نفسه، واعمل بيه بوست بعنوان العمله، يعني مثلا ايه دروب بريوس وهكذا، وحط الكلام ده كشير او كبوست هتعمله على تويتر. تمام، وبعد ما تخلص حط له لينك التويتر اللي انت عملته هنا. بعد كده محفظ السيريال نمبر بتاعتك. الدروب اللي بعده خاص بعملة اسمها مارشنت باي، الدروب او ام باي. تمام، هو كان ممكن شرحناه من فترة، لا ده شرحته امبارح اول، بس مش مشكلة نعيده. الدروب لعملة مهمة، اول مهمة انضمام لجروب تليجرام اول وتاني، بعد كده فولو على تويتر، بعد كده هتعمل ايه ريتويت للبوست ده مع اضافة 5 تاج من الاصدقاء، وفي نفس الوقت وانت بتحط ال5 تاج من الاصدقاء هتضيف الهاشتاج دولت. بعد كده هنا فولو على ميدم فقط، وهنا المهام دي مش مشكله بالنسبه لنا. تعال ننزل بقى الاثباتات، ايميل، يوزر تليجرام، تليجرام، فولو تويتر. تمام، دي التويتر اللي احنا قلنا عليها مع الهاشتاج للبوست ده. بعد كده فولو على ميدم، وهنا تحط لينك بروفايل، هنا يوزر صاحب الاحاله، استاذنك تحط اليوزر الخاص بيا، وهنا تحط رقم محفظه الاسري والمولات الخاصه بيك. نخش على الدروب اللي بعده، ده دروب مهم قوي خاص بعمله اسمها سكاي ريز. الدروب ده بيتطلب محفظه خاصه، هتسجل هنا في الايه في المحفظة دي، هوريك ازاي طريقة التسجيل. هعمل لوج اوت بس الاول، عاوزين نرجع للصفحة الرئيسية نفسها. تمام، هو مش عارف ارجع للصفحه الرئيسيه، مش مشكله. المهم الصفحه الرئيسيه لان اللينك اللي انا هسيبه لك هتلاقيها كلمه هنا اسمها كرييت اكونت او كرييت كرييت نيو واليت. تمام، كرييت نيو اكونت هتلاقيها في المكان ده بالظبط، كان في نص الصفحه نفسها الرئيسيه بتاعت الموقع. او ممكن ثواني كده ممكن نخش هنا لاند هوم بيج، اهي دي. تمام، هتخش هنا على كرييت نيو اكونت، هو بيديلك على طول اوتوماتيك كده رقم محفظه جديده، انا الرقم ده جديد مش رقم محفظتي. تمام، بيديك هنا لازم تحط هنا يوزر، اليوزر ده يكون مكون من ارقام وحروف، ده اليوزر بتاعك. وبعد كده الباسورد، ده هو الباسورد هتاخده كوبي وتكرره في الخانه دي، يعني الباسورد اللي هو مديهولك ده هتاخده وتكرره ان هو. وبعد كده تحل له موافق 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 وتدوس له ايه تختار هنا، ولا بس عشان عندي حساب لا ده مش هتلاقيها موجوده. المهم هتقول له كرييت اكونت بعد ما تعلم على الكلام ده كله. بعد ما تخلص يظهر معاك بالشكل ده، خش انا لوج ان، ده كده شكل المحفظة. انا كل اللي محتاجه عاوز دي بوست، وهنعمل بحث العملة بتاعتنا. انا لسه مش قلتش على الدروب، نترجم بس عشان الدروب كوري او صيني. العملة اسمها ايه؟ اس كي اكس. تمام، هنرجع هنا
ناخدها الى مجلس معاملتنا تعالى كده نشوف هو ايه اللي محتاجه بالظبط عشان نتأكد. لا كده تعالى نرجع للدروب نفسه نتأكد برضو. تعالى نبص هنا. كده تمام انا فهمت كده. هو مش بيحتاج منك رقم محفظة، هو بيحتاج منك اليوزر بتاعك، اليوزر انا سجلت بيه. فانا كده اعتبر انا مسجل بايه، ماكس اول 55، فانا هحط له اليوزر الخاص بيه اللي انا سجلت بيه في الاول. كده ايه الصوره وضحت. بعد كده الايميل بتاعي، بعد كده هنا يوزر تليجرام ويوزر تويتر. معنى كده ان انا لازم اعمل مهمتين، هنضم لجروب تليجرام وتويتر. مش هتنضم لكل جروبات تليجرام، ده هتنضم لحسب اللغه بتاعتك. تمام. بالنسبه للناس بتتكلم انجليش لازم اجباري هتنضم لاول اتنين اللي هو سكاي نت والتاني جلوبال، ده لازم تنضم له. الباقيين دولت مالناش دعوه بيهم، ده واحد كوري، ده كوري جروب، المهم ده كله مالناش دعوه بيه. نيجي بعد كده لتويتر، هتعمل له هنا فولو على تويتر، والبوست ده هتعمل له لايك وريتويت، والريتويت ريتويت عادي، ريتويت عادي بدون كومنت او اي حاجه. تمام. بعد كده تنزل تحط ايه الاثبات بتاعتك، ان يوزر المحفظه، هنا الايميل، هنا اليوزر التليجرام، يوزر تويتر، وهنا بيبقى ايه يوزر صاحب الاحاله. بس يوزر صاحب الاحاله هنا اللي هو اليوزر بتاعك على المحفظة اللي انت هتحطه هنا في الاول. فانا هستأذنك هنا هسيب اليوزر بتاعي. ميزة البوست ده او الفورم ده ان هو انت ينفع تسجل في اخر الفورم او اخر اللينك بتاع الفورم اليوزر الخاص بيك انت. فانت هتلاقي اليوزر الخاص بيا هسيبه زي ما هو، تدوس كلمة سبمنت، هتيجي انت تراجع رابط الاحالة بتاعك مع اصدقائك او كده، هتغير في اخر الفورم من فوق لليوزر الخاص بيك وتروج ليه. نيجي بعد كده الدروب التاني اللي معانا. الاير دروب ده مكون من جزئين. اول جزئيه ان انت تسجل في منصه بيكسيكو. تمام. والتسجيل في المنصه سهل مفيش اي مشكله. نيجي بعد ما تسجل في المنصه اشتغل على الاير دروب. الاير دروب عباره عن بوت تليجرام. نفس قصه يعتبر شبيه من الاير دروب اللي فات الاول. مبدئيا هو بيشترط عليك الاير دروب انت تكون مسجل في المنصه، احنا سجلنا في المنصه. المهم اول ما يفتح معاك هيطلب منك ان انت تدوس له كونتينيو هنا وتكتب له الاجابه بتاعتك حسب الاجابه. يعني مثلا هنا بديك مساله جمع، حسب المساله اللي هيحطها لك هتكتب له الاجابه بتاعتك. اهم حاجه تدوس له كونتينيو وتحط له الاجابه بتاعتك. هيطلب منك انت تنضم لجروب تليجرام، وهيطلب منك انت تعمل فولو لتويتر، وهيطلب منك انت طبعا تكون مسجل في المنصه بتاعتهم، وهتدي له رقم اليو اي دي بتاعك على المنصه. رقم اليو اي دي هوريك تجيبه منين دلوقتي. تمام. انت فتحت المنصة خلاص وسجلت، هتيجي هنا على بروفايل، رقم اليو دي بتاعك اهو، ده اللي ايه رقم اليو دي اللي انت بتسجله له في الاير دروب نفسه. تمام. يعني تديله اللي بتسجل في 2 جروب تليجرام وبفولو على تويتر، وبعد كده تديله الايه البيانات بتاعتك عادي مفيش اي مشكلة. وبعد ما تخلص بيديك الصفحة بتاعتك بالشكل ده. عملة مهمة جدا وفيها ربح كويس جدا، يا ريت ما ايه ما نسيبهاش. نيجي بعد كده الاير دروب اللي بعده. المنصه دي كنت شرحتها من فتره، ومش منصه تعتبر محفظه خاصه لعمله اسمها بي سي بي. مجرد التسجيل وتفعيل حساب، انا كنت سجلته معاك وفعلت حسابي بس كرصيد لسه ما وصلش. الرصيد وصلني اهو على المنصه. تمام. ادي رصيدي 150 قطعه من العمله، وده السعر الحالي. القطعه الواحده بتساوي تقريبا حوالي مش عارف 750 ساتوشي او حاجه زي كده. تمام. المهم الدروب صادق او البونص صادق، فانت مش خسران حاجه. كل عليك هتسجل بالايميل وتفعل حسابك عادي مفيش اي مشكله. تفعيل الحساب بيبقى ايه، بتلاقيه اول ما بتفتح او مكان بيبقى المكان بتاعه ظاهر من هنا. يعني انت اول ما بتفتح الداشبورد هتلاقيه بيطلب منك تتفعل الحساب، يبقى في كلمه ظاهره هنا للتفعيل. تمام. وممكن تروج بعد كده رابط الاحاله بتاعك عن طريق كلمه افلتيش. هنخش هنا تاخد رابط الاحاله بتاعك وتروج له. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده. ده عملة اسمها نيوكلير، كنا شرحناها قبل كده، بس الناس اللي مسجلتش العملة مهمة، وريت كلنا نسجل فيها بإذن الله توصل قريب. المهام بتاعتها سهلة مفيش أي مشكلة. كل المطلوب عليك أنت تعمل فولو للمواقع دي كلها. هسيبك بس من أول حاجة ده موقع العملة، بعد كده تعمل فولو جروب تليجرام، فولو على الفيس، فولو على تويتر، لينكد إن، ميديم، وانستجرام، وهكذا. وتملى البيانات بتاعتك هنا، ايميل، رقم محفظة، أسرهم، مولت. بعد كده يوزر تليجرام، لينك بروفايل فيس. هنا طالب بس هو طلب خاص ان انت بالنسبه لتويتر اول بوست هتعمله لايك وريتويت، والريتويت هيكون مع كومنت. وتحط هنا اليوزر بتاعك بتاع تويتر بدون علامه الات، يعني هشيل علامه الات من هنا من فيها. تمام. بعد كده تعمل له فولو على لينكد ان،
بعد كده اقفله على ميدا وتحط له برضو كل ده اللينك، لينك بروفايل، لينك بروفايل انستجرام وهكذا. اخر حاجه برقم يوزر صاحب الحاله، استاذنك تحط ايه اليوزر الخاص بيه. نيجي بعد كده للايردروب ده. الايردروب ده سهل جدا، كل اللي عليك كالتالي، ان انت اول ما يفتح معاك هتحط هنا دوس كلمه شيك يور بوزيشن او كلمه جيت ويت ليست، هتحط الايميل بتاعك، هيجي لك رساله تفعيل على الايميل، خلاص انت كده حجزت رصيدك او مكانك من العمله دي لما تنزل قريب باذن الله. عمله صادقه ومهمه والطلبات بتاعتها سهله، ما فيش اي مهام او حاجه زي كده. كل اللي عليك بتسجل وبتراجع رابط الاحاله بتاعك، انت مجرد تسجيلك خدت رصيد او خدت نصيبك من العمله. عاوز تزود الرصيد بتروج رابط الاحاله بتاعك. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، وده اكس برايفت، وهو لسه لغايه دلوقتي الدروب شغال بس الكميه قلت، مطرح ما كان بيدي 1000 تقريبا الكميه قلت عن كده. المهم دي طريقه تسجيل، تحط هنا اسمك الاول، اسمك الاخير، الايميل، الباسورد، الباسورد، بعد كده موافق وتحل الكابتشا وتدوس له ساين اب. بتخش بعد كده بتفعل وثائق، تفعيل وثائق هنا سهل مش صعب، من هنا الموقع السهل في تفعيل وثائق. العمله سائل، العمله مضمونه وباذن الله نازله قريب. خش بعد كده على الدروب اللي بعده، تسكيل برضو للناس بيه. الاير دروب بنفس القصة، لو انت كنت مسجل، عشان هم كانوا في الفترة، بس انا بتكلم موضوع تويتر اليومين دول، عشان هم اليومين دول كانوا مرخمين في تويتر في حاجة بكذا حساب، لو انت كنت مسجل ممكن تخش تعدل يوزر تويتر بتاعك وتقوم بالمهمه الفاضله ده لو انت كنت مسجل قبل كده. لو مش مسجل هتلاقيه، هنتبع التعليمات ونشوف الايردروب بيشتغل ازاي. اول حاجه بيديك مهمه زي دي، ادي صوره مثلا مفتاح، بيقول لك اختار الصوره الشبيهه ليها، بتعلم عليها، مجرد ما بتحل الاجابه الصح بيطلب منك المهام، بيبقى في مهمه هنا انضمام لاتنين جروب تليجرام بس مختفي في النص. بعد كده بيطلب منك فولو على تويتر، وتعمل له برده سبسكرايب على اليوتيوب، وتعمل له فولو على ريديت، كلها تعمل مهمه وتحط له اللينك بتاعها. وبعد كده شانل اليوتيوب، وبعد كده هنا اخر حاجه رقم محفظه الاسر والمواليد بتاعتك. مجرد تسجيلك بتاخد هنا 300 قطعه من عمله اوريكس، وعن كل احاله بيديك 100 قطعه. اضربه مهم، يا ريت ما تسيبوش، قرب ينتهي برضو. نيجي لاخر حاجه معانا، ده منصه جديده اسمها كريبتو جيت. المنصة هتدي رصيد من العملة الخاصة بيها لعملة كريبتو جيت في مقابل التسجيل، بس مش حاليا لسه، مش انت هتسجل بس، هتحجز مكان دلوقتي بس، لسه الاير دروب او البونص لما تفتح ايه تفعيل وثائق. يعني هو حاليا مفيش عليها ايه البونص، مش هينزلك دلوقتي، بس لازم تحجز تكون من الاوائل في التسجيل حاليا. هنسجل وننتظر لغاية لما الايه التفعيل وثائق ينزل ونفعل وثائق. بكده الاير دروبات اللي معانا انتهت النهاردة، اتمنى يا رب يكون الشرح على عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.